Thank you, professors. And now session number 17, titled by Novo Symposium. I would like to invite the chairpersons to the stage, Professor Amin Rushdie, Professor Fahmi Amara, Professor Hani Hamad, Professor Mahmoud Khattab, Professor Mazen Atiya. Let us start session 17. It's my pleasure to introduce Professor Mamnoua El Nahas. He will present recent clinical updates with insulin UD. شكرا جزيلا. ما فيش شك ان الانسولين ديبلوديك يعتبر اديشن كويسه للماركت. كلنا عارفين انه البيزل انسولين بيمثل كورنر ستون في التريتمنت اوف دايابيتس. ليه؟ لانه ممكن اضيفه على اورال هايبوغلايسيميك كحاجه سهله للكنترول، وممكن ابتدي اديه ودي معاه شورت اكتنج سواء بيزل بلس او اكمل ببيزل بولس، وممكن دلوقتي اديه مع الجي ان بي 1 انالوج الموضه الجديده اللي ابتدت تنتشر. اذا الليزر انسولين بيمثل ارم كبيره جدا في الدايابيتس مانجمنت. يمكن كلنا لفتره كبيره جدا ما كانش موجود الا ان بي اتش انسولين، والان بي اتش انسولين كنا كلنا بنستخدمه لانه الوحيد اللي كان موجود، لكن كان له ميني ديس ادفانتجز. كان له بيك، كان له ديورنال فاريابيلتي عاليه، كان سيجنفكنت ريسك اوف هايبوجلايسيميا، وكان شورت ديوريشن اوف اكشن. عشان كده احنا نتوقع من نيو انسولين انها تصلح المشاكل اللي كانت موجوده في ال ان بي اتش انسولين. والحقيقه معظم النيو انسولين نجحت في انها تتغلب على حكايه البيك الموجوده، لكن الاثر كل ما ده يبقى فيه بروجريس وبرودكت مور اجل. فعايزين نشوف هل الانسولين ديكلوديك ادى ادفانتجز على الافيلبل بيزل انسولين از ريجارد ذيس بوينت ولا لا؟ تعالوا نبتدي بالديوريشن اوف اكشن بتاعته. هو لونجر ديوريشن اوف اكشن؟ ايوه. طبعا عارفين الان بي اتش كان بيشتغل لمده 12 ساعه. الانسولين ديتينير بيشتغل اطول 18 ساعه. الانسولين جلارجن بيتقلل اب تو 24 اور. واحنا بنقول اب تو لانه بعض الناس ما بيكملش 24 اور، لسه مش سامعين الدكتور علي العباسي وهو بيتكلم على النقطه دي. طيب ليه الهاف لايف مهم؟ لان الهاف لايف هو اللي بيوصلني الدوزنج بتاعتي حديها ازاي عشان اوصل للستيد ستيت. واحنا عارفين ان الستيد ستيت هتوصل لما الانبوت بتاع الدواء يساوي الاوتبوت، وعارفين انها غالبا بتساوي 5 اضعاف الهاف لايف. عشان كده في الانسولين ديجلوديك بيبتدي يوصل لحوالي 90% بعد 3 ايام، وبعد 5 ايام يوصل لل 100%. دي فيجر بيمثل ان هو بيوصل للستيد ستيت بتاعه بعد من 3 الى 5 ايام. طيب النقطه الثانيه الليس دايورنال فاريابيلتي. يمكن الدايورنال فاريابيلتي موضوع مهم جدا، لانه الدايورنال فاريابيلتي معناه ايه؟ ان ممكن مريض لما تديله انسولين يبقى ده الريسبونس بتاعه، ونفس المريض في يوم تاني يبقى ده الريسبونس، ونفس المريض يبقى الريسبونس في يوم تالت كده. الحقيقه المشكله دي بقينا بنشوفها كتير، واحنا بقينا نشوف المريض لما يجي باللوك بوك بتاعه يجيب لك تحليل، انا محلل مثلا الساعه 7 الصبح مثلا، يجيب لك 3 قرايات مختلفه، وساعات الديفرنسز بينهم بيبقى كبير جدا. الدايورنال فاريابيلتي الحقيقه دي لها امبلايكيشنز كتير. اولا ان لها علاقه بالكومبليكيشنز بتاعت الدايابيتس. وانا كنت بتكلم عن البريفرال نيوروباسي البينفول نيوروباسي، جزء من علاجه هو ان انا افويد ذيس فلكتويشن. مجرد ان عايز اوصل لستيدي ستيت ده في حد ذاته بيبقى حل في الكومبليكيشن. طب نشوف المثال بتاعنا ده، العيان ده معنى كده ان هو في يوم هيبقى سكره 105
وهو على نفس الرجيمين في نفس الوقت هيبقى 65 وفي نفس الوقت 150. ده هيخليني في 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 البروبلم اعمل ايه في الجرعه، ازود الجرعه ولا اسيب الجرعه. طبعا لو انا اعتمدت على المتوسط يبقى انا مش محتاج اعمل حاجه، لو انا اخدت اقل قرايه يبقى انا محتاج اقلل الجرعه، لو انا اخدت ال 150 يبقى انا محتاج ازود الجرعه. يبقى اذا على نفس المريض على نفس اللاين لثلاث ايام الديسيجن ممكن تبقى فاهيه. طيب ببساطه علشان نعرف قد ايه الجلوكوز فاريابيلتي دي مهمه از ريجارد الهايبوغلايسيميا، لو تصورنا واحد الجلوكوز فاريابيلتي بتاعته عاليه زي ده، علشان انزل البيكس دي تنزل في التارجت اللي انا عاوزه هينزل لي ارقام كثيره في الهايبوغلايسيميك سايد، وبالتالي العيان هيخش في هايبوغلايسيميا. عكس ما يبقى عيان الدواء اللي بياخده الفاريابيلتي بتاعته قليله، لو انا نزلت اوصل للتارجت غالبا فرصه الهايبوغلايسيميا هتبقى اقل. طيب تعالوا نشوف الفاريابيلتي بتاعه الديفرنت انسولين الافيلبل في الماتر. الان بي اتش كانت 68%، الكلاجين 48%، البي تي 127%. طيب الديكلوديك دايما الديكلوديك اتقارن بالكلاجين لانه كان اخر انسولين بيزل انسولين افيلبل قبل منه، فاتقارن بالانسولين كلاجين 100 زي ما احنا شايفين انها كانت الجلوكوز فاريابيلتي اقل اربع مرات من الانسولين جلارجين 100. طيب النس هايبوغلايسيميا، هل الهايبوغلايسيميا كانت اقل ولا لا؟ الحقيقه كلنا عارفين ان الهايبوغلايسيميا دي مشكله كبيره جدا لانها كومن ودينجرس ومشكله خطيره وبتخلي المريض ساعات يبعد على انه يوصل لدايت كنترول. طيب عارفين ان الانسولين ديجلوديك لما طلع طلعت الفكره بتاعت ان هو بيبقى تشين طويله وبيحصل جرادوال ريليز منها، بس السؤال هل ده فعلا التارجت للور هايبوجلايسيميك ريسك ولا لا؟ الحقيقه احنا عندنا كلمه جميله بتقول ان جاد وي تراست اذرز هاف تو شو ايفيدنس، يعني اي حد عايز يقول حاجه لازم يكون معاه ايفيدنس. الحقيقه في دراسات كتيره في الفيز 3 ترايل بتاعت الديجلوديك طلعت ان الانسولين ديجلوديك الهايبوغلايسيميا معاه اقل من الانسولين جلارجين. وفي ميتا اناليسيس جمعت الدراسات دي واثبتت ان الديجلوديك اقل سواء وات ايفر الديفينيشن اوف نوكتورنال هايبوغلايسيميا اللي انت استخدمتها وات ايفر الجلايسيميك الثريشولد اللي انت استخدمته. بس الفيز 3 ترايل دي كان في عليها بعض الليميتيشنز وبعض الكويشن. يعني مثلا البعض قال ان لاك اوف بلايندنج، ليه؟ لان الناس اللي كانت بتاخد انسولين جلاجين كانت عارفه انها بتاخد انسولين جلاجين، واللي بياخد انسولين ديجلوديك عارف انه بياخد، لان الالمين مختلفين. تغلبوا على دي بالبلايندنج ازاي؟ ان هم يستخدموا فايل، فايل العين ما عليهاش اسم وده يسحب وده يسحب بحيث انه ما يبانش. تغلبوا ان كانت في الدراسات الاولانيه كانوا بيعملوا اكسكلوجن للعيان اللي بيخش في هايبوغلايسيميا، فقالوا لا احنا هندخل عيانين هايبوغلايسيميا ودي تعتبر انكلوجن كرايتيريا نستخدمها. فوجدوا ايه؟ وجدوا دراستين، الدراسه الاولانيه اللي هي سويتش 2 معموله على تايب 2 دايابيتس، والدراسه دي اتقدمت في الاي دي اي 2016 واتنشرت في الجامعة 2017. كلنا عارفين ان الجامعة دي من المجلات الكبيرة اللي النشر فيها بيبقى له طب. الاوبجيكتيف بتاعتها كانت عايزة تتست انه هل الانسولين ديجلوديك فعلا معاه لور هايبوغلايسيميا كومبيرد بالانسولين جلارجين 100 في التايب 2 دايابيتس ولا لا؟ الترايل لما مهم جدا لما نشوف اي ترايل نشوف الميثودولوجي بتاعها. الترايل اتعملت في اليو اس وفي 152 سنتر وخدت عدد كبير من العيانين بتوع تايب 2، وكان لازم المريض يكون معاه 1 ريسك فاكتور فور هايبوغلايسيميا. 1 ريسك فاكتور فور هايبوغلايسيميا. الريسك فاكتور ده ممكن يكون
دخل في سيفير هايبوجلايسيميا في السنه اللي قبلها ممكن يكون عنده مودريت او كرونيك رينال فيلير. وكلنا عارفين ان عيانين الرينال فيلير في علاجهم مشكله كبيره لانه العيان ده سهل جدا يخش منك في هايبوجلايسيميا اكتيني طايم، وغيره من الكريتيريا اللي تشير للهايبوجلايسيميا. وعملوا ديزاين يعتبر من اعلى الديزاين من حيث القيمه بتاعته الفاليديتي بتاعته او الاسترنس بتاعته، وهي الدبل بلايند سويتش اوفر. سويتش اوفر يعني ايه؟ جابوا مجموعه من العيانين مشوهم على انسولين ديجلوديك لمده 16 اسبوع وعشان يعملوا التايتريشن زينا زي ما انت بيجي لك المريض بتعمل له التايتريشن للدوز لغايه لما توصله للدوز اللي انت عايزه يمشي عليها وتقول له كمل عليها. فقعدوا 16 اسبوع يعملوا تايتريشن وبعدين 16 اسبوع منت. وبعد كده عملوا كروس اوفر اللي كان ماشي على الجلارجن خد ديجلوديك واللي كان بياخد ديجلوديك بياخد جلارجن. والحقيقه ساتش ستادز غالبا السترينث بتاعها بيبقى فيري هاي فيري هاي. كملت برضه بنفس الدراسه. وزي ما قلنا ان السويتش 2 كان معمول على تايب 2 مجموعه اخذه اورال هايبوجلايسيميك دراجز وخدوا اما الانسولين ديجلوديك او الانسولين جلاجن. وجدوا ايه؟ وجدوا الاوفر اول سيمتوماتيك هايبوجلايسيميا كانت 30% اقل في الانسولين ديجلوديك من الانسولين جلاجن، سواء كانت في المينتنس بيريود او في الفول تايم بيريود. احنا عارفين طبعا وانا بعمل التايتريشن انا اللي بتحكم في الدوز على حسب البروتوكول بتاعي، لكن هو العبره بالمينتنس بيريود العيان لما هيكمل على الجرعه بتاعته. فسواء في المينتنس او حتى لما تحسب الفول بيريود كان الديجلوديك اقل في الهايبوجلايسيميا. لما جبت النكتورنال هايبوجلايسيميا واحنا عارفين قد ايه النكتورنال هايبوجلايسيميا دي مرعبه، وجدوا ان هو كان اقل بكتير في النكتورنال هايبوجلايسيميا سواء كان في المينتنس بيريود او في الفول تايم اللي انت حاطط فيها مع المينتنس حاطط كمان التايتريشن. لما جم يبصوا على السيفير هايبوجلايسيميا هنا ديفرنت ديفينيشن للهايبوجلايسيميا. احنا عارفين الهايبوجلايسيميا قصدي النكتورنال هايبوجلايسيميا ايه الميعاد بتاعها؟ في ناس تقول لك من الساعه 12 للساعه 6 الصبح، وفي ناس ثانيه تقول لك لا من الساعه 10 للساعه 8 10 بالليل 8. سواء اخذت الديفينيشن ده او الديفينيشن ده الاستادز طلعت انه الهايبوجلايسيميا كانت اقل في النكتورنال. السيفير هايبوجلايسيميا كانت اقل في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في بعد ديجلوديك، لكن ما كانتش سيجنيفيكانت لان احنا عارفين ان السيفير هايبوجلايسيميا ما هياش سو كومن مع التايب 2 عكس ما في التايب 1 زي ما هنشوف في السويتش 1، لكن في الفول مينتنس كانت سيجنيفيكانتلي اقل. الكونكلوجن الاستادي دي الكونكلوجن اللي قالتها قالت among patients with type 2 diabetes treated with insulin with at least one hypoglycemic risk factor 32 اسبوع من الانسولين ديجلوديك versus insulin glargine 100 resulted in reduced rate of overall symptomatic hypoglycemia. طيب نيجي نشوف السويتش 1. السويتش 1 تقريبا نفس الدراسه بس اتعملت على تايب 1 وبرضه نفس القصه، اتنشرت في الاي دي اي كبوستر وبعدين اتنشرت في الجامع 2017 في يوليو 2017. الاوبجيكتيف نفس الكلام، كانت عايزه تشوف هل في التايب 1 الانسولين ديجلوديك هيفرق في الهايبوجلايسيميا على الانسولين جلارجين ولا لا. الحقيقه برضه نفس القصه، كانوا مختارين في الانكلوجن كرايتيريا عيان بيخش في هايبوجلايسيميا، عيان بيخش في هايبوجلايسيميا عشان يبقى عيان ريسك، ما اجيبش عيان ما بيخش في هايبوجلايسيميا واقول الريسك بتاعه قليل. وجدوا برضه نفس الكلام الاوفر اول سيمتوماتيك هايبوجلايسيميا سواء كان في المينتنس او في الفول بيريود كانت سيجنيفيكانتلي اقل ان فيفر اوف انسولين ديجلوديك كومباريزون بالانسولين جلارجين 100. لما جم في النكتورنال سيمتوماتيك هايبوجلايسيميا كانت سيجنيفيكانتلي اقل سواء في المينتنس او في الفول تايم بيريود في الانسولين ديجلوديك كومباريزون بالانسولين جلارجين.
هنا في السيفير هايبوغلايسيميا برضو كانت اقل سيجنيفيكانتلي في المينتنس وفي الفول فارم. يبقى اذا الدراستين دول اثبتوا ان في الهاي ريسك بيشن سواء تايب 1 او تايب 2 الانسولين ديجلوديك كان اقل في الهايبوغلايسيميا من الانسولين كلاتش. دي الكونكلوجن بتاعتها اللي هي انه اقل في الطايب. نيجي بقى لدراسة تانية شهيرة جدا اتعملت وهي الديفوت ستادي. والديفوت ستادي دي الحقيقة اتنشرت في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن. الحقيقة الديفوت ستادي كان البرايمري اوت كام بتاعها مختلف. مختلف في ايه؟ احنا عارفين انه بعد اللي حصل مع الروزي والكلام ده ابتدت الـ FDA تطلب ان كل دواء لازم يطلع ستادز تقول الكارديوفاسكولار سيفتي. فكان البرايمري اوت كام بتاعهم ان يدرسوا الكارديوفاسكولار سيفتي بتاعته بارزون بالانسولين بلاش. لكن كان عنده سيكندري اوت كام عاوز يدرسها، عايز يشوف تاثيره على الهايبوغلايسيميا ولا لا. فنشوف في النتائج بتاعتها. زي ما كنا بنقول ان هو هيدي يعني راندمايزيشن مجموعه على الانسولين ديجلوديك ومجموعه ثانيه على الانسولين بلاش، وعايز يشوف الميجور كارديوفاسكولار ادفيرس افكت اللي هي بتقال عليها الميس اللي بقت كل الدراسات بتعملها. ايه اللي هيحقق عدد معين هتبقى الدراسه انتهت على كده. فلما يبقى اذا البرايمري اند بوينت بتاعته بنشوف 3 بوينت ميس كارديوفاسكولار ديس نون فيتال مايوكارديال انفاركشن ونون فيتال ستروك. السكندري اند بوينت بقى كان عايز يشوف الهايبوغلايسيميا تاني يبص عليها والسيفير هايبوغلايسيميا والنمبر اوف هايبوغلايسيميك ابيسودز. تعالوا نشوف النتائج بتاعته. نجد انه في الكارديوفاسكولار ديس كان النمبر اوف ايفنتس كانت اقل في المجموعه اللي ماشيه على الديجلوديك ان كومباريزون للانسولين بلاجن. الفور بوينت ميس اللي هي كانت سكندري او كام كانت برضه اقل. لان ستيبل انجينا ريكوايرد هوسبيتاليزيشن كانت برضه اقل. الاول كوز ديس كان اقل. طيب لما نيجي نبص على السكندري او كام لما يجي يبص على الهايبوغلايسيميا وجد ان الهايبوغلايسيميا السيفير هايبوغلايسيميا برضه كانت اقل ماشيه مع السويتش 1 والسويتش 2. والنكتورنال هايبوغلايسيميا كانت برضه اقل ماشيه مع السويتش 1 والسويتش 2. الحاجه الثانيه اللي قاد فيها بنفيت الانسولين ديجلوديك انه زود عن اللي افيلبل قبل منه انه زود ان في فليكسبل تايم للانجكشن. فليكسبل تايم للانجكشن. احنا عارفين ان دي ساعات بتبقى مشكله ان معظم مرضى السكر يجي يقول لك انا يوم الاجازه محتاج مثلا انام متاخر عندي حفله. فاحنا واحنا بنشوف في البراكتس بتاعنا معظم المرضى يقول لك انا صعب ان انا امشي على طاير. فالحقيقه هل الانسولين ديجلوديك حقق الفلكسبيليتي دي ولا ما حققهاش؟ الحقيقه اتعملت دراسه انه ابتدى يغير من الدوزنج 40 ساعة و8 ساعات و40 ساعة و8 ساعات. الحقيقة الغرض من الدراسة دي مش انها تعمل موديل تو بي امتيتد ان انا اقلده، لا. الغرض دي هو عاوز يشوف لو عمل لخبطة بالشكل ده قد ايه هتأثر على الاوت كام. الحقيقة مع ساتش بيج ديستربنس ما كانش فيه سيجنفيكانت ديفرنس، وده بيدي اشورنس ان لو الدواء اتأخر ساعتين او ثلاثة او أربعة مش هيبقى فيه سيجنفيكانت ديفرنس. الحقيقه اخر حاجه عايز اقولها ان هو برضو الشركه عملت حاجه كويسه انها مش بس ان الانسولين اتحسن، لا الالم كمان اتحسن. لان الالم بقى فيه تكنولوجي انه الالم مش زي الالام الثانيه انك بتضغط على المكبس لغايه لما بيوصل للاخر، لا بقى جاست وان كليك. والحقيقه كنا بنشوف في البراكتس ان ساعات المشكله حتى مع ناس ادوكيتد، يعني ناس ادوكيتد يضغط تكه او تكتين وما خدش الدوز، لا دي مش هتبقى افيلبل معاها. زائد في حاجه مهمه الحقيقه معظمنا بينساها، وهو ان كل الانسولينات اللي كانت افيلبل في الماركت قبل الديجلوديك كانت من يوم ما تتفتح العبوه اربع اسابيع وتترمى. كنا بنشوف كتير من التايب 1 دايابيتس اللي بياخدوا 5 يونت و6 يونت انه بيكمل الدوز بتاعته شهرين وكده، وده كان بيأثر على الافيكاسي بتاع الدواء. كل الانسولين اللي موجود في الماركت قبل الديجلوديك كان من ساعه ما يتفتح
أربع أسابيع والعبوة بتترمى حتى لو لسه مش صاحي. الإنسولين ديجلوديك بقى عنده الأدفانتج إن هو 8 ويكس، وده بالتالي ممكن يبقى فيه إيكونوميك إيفكت. الحقيقة at the end I would like to conclude، هو لو نيجي نجاوب على السؤال اللي أنا طرحته في الأول، هل الإنسولين ديجلوديك offer advantages على currently available insulin؟ أكيد الإجابة يس، لأنه longer duration of action، less diurnal variability، less hypoglycemia، flexible timing للإنسولين injection، and easier administration. And thank you very much. Thank you, Professor Mandour, for this excellent presentation. بس هو كومنت بسيط للكلام اللي بالذات ممدوح، وده كان اتعرض في الاس دي على تفسير الديفولت اللي كان فيه نيوميريكال ديكريز في الكارديو فاسكولار ايفنتس او في الفور بوينت ميس، هم كومبيرنج التريسيبا بالانسولين جلاشن، كان الواضح ان الهايبوغلايسيميا كان لها دور في التفسير. نمرة اثنين انه السويتش 1 والسويتش 2 من الحاجات المهمه جدا، كمان كان فيها حته ميزه انه كان بيتر فاستنج دراج جلوكوز كنترول وذ ذس انسولين دوز، كان عامل برضه شويه سيفنج للنونز انسولين، ودي برضه نقطه من الحاجات المهمه. بس انا في رايي يعني خبره بسيطه في البريديك، الفاريابيلتي رقم واحد في الانسولين البريديك، ولكن نشوف العيان اللي بياخد 6 بوينت بلاد جلوكوز اس ام جي تلاقي يوم الفاستنج بتاعه 100، يوم الفاستنج بتاعه 200، في راتب كنترول ذا سيم فود هابتس ذا سيم دوز، القصه دي اقل بكتير جدا في الانسولين ديجلوديك عن الديجلوديك. شكرا. صديق عزيز واخ فاضل و